لكن ماكسيموس وداماديوس مدفونين فين وتسك؟ ماكسيموس وداماديوس مدفونين فين؟ أنا والله عشان أصدقائي حبايبي قلت لهم أنا عايز أعرف أنتم مدفونين فين؟ قال لي هات أبونا غابيوس ده أبوك روحنا اللي تنيح مش ده ذكر روحاني كبير كان بيشوف الملائكة نايح في 85 يجيله في المحبس يتكلمه وبعدين تعرف يا ابونا جه ابو الغابس الساعة 5 صباحا قال عايز ايه؟ قلت له عايز اشوف اكساد ماكسيموس وداماديوس اشوف مخبور على اخو بركتهم رد على ابو قال له طب بيقولك يا اخي مش جاي ابو روح يقعدوا معاك ده ابونا غابس قلت له عايز اشوف اكساد قال بس ده طلب صعب المنال قالوا احنا نسالهم ان كانوا يكشفوا او عايزين يقعدوا مختفيين كده واحنا بنصلي جه مكسوس نودس واقف معانا انا وابونا غابس ومكسوس نودس معانا قلت له في واحد معانا ياخد بركات قلت له زيوس اللي في دير الابمهال ابن الوزير يا عمره 12 سنه اسمه زيوس يحبني جدا ده زود ده قعد معايا مرة 4 ساعات في المستشفى 4 ساعات قعد معايا كان عنده عملية جراحية بطني شو 4 ساعات وبعدين وانا ماشي بقى ابونا بستبرس كان معايا قعد يربط في الشنط بتاعت الشوكولاتة نط على الفرشة وخد مالي بوسة من هنا وطبطب علي قال انا ماشي صغير صغير ده الشهيد ابن الوزير شهيد تدرب معاه الله ابن الوزير ابن الوزير شوف يا محبته فيا وخد الشوكولاته كلها؟ خد الشوكولاته؟ لا احنا خدنا 4 طن شوكولاته وزنا على الاباط يعني كنا بنستف الشوكولاته الناس بيجيبوها لنا هنا ايوه شوف يا حباك بعدين ابونا غابر قلت له ايه رايك ما تيجي نروح نزور مكسيموس المدرس نروح نشوف اكلاتهم فين عشان ناخد بركتهم ابونا ابونا غابس قال لي طب ما بيقولك يا اخي مش بيجيبوا روح يقعدوا معاك قلت له انا قاعد اشوف اجسادهم ده يحبوني وانا احبهم قال طب يلا نعمل صلاه نظر بابا كرستاس جه قال له عايزين يا اولاد بابا كرستاس جه بكلم مين ابونا غابس قال له ابونا عايز اشوف جسد اجساد مكسوس طب يعني لازم شوف كلمة يعني لازم دي مهمة يعني لازم أنا رديت قلت له لازم طب يلا اطلعوا غرب كده تمشوا هتلاقوا المكان اللي ايه متون فيه مكسور ونردد واحنا ماشيين كده كان الصبح بدري وصلنا كده لغاية الجبل اتمرى ضباب جامد جدا حش رؤية خالص مش شايفين حاجة بعد قلت له ابن غابة شو الحكاية؟ قال ربنا ما لا يشاء ان اشوف جسدهم اماكنهم عندي اراده ربنا انه ما حدش يشوف اجسادهم بعد ما القديس المقدس فنهم حتى نقف حد قدام القرى وتصلي منازل تحت القرى اللي هم مدفون فيها قديه معلش وهم احنا بنصلي بعد كده هو انكشف الضام مشينا كده هو قرب المناطق بحر عده كيلو مترات خد بالك وقفنا على الارض اسمها ارض الملوح وقفنا قعدنا نصلي خد بالك جه مكسور الوقت انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ قلت له عايز نتساعد اسمه قال لا الرب لا يشاء احد يشوف اجسادنا سيبونا فرحتنا الا ان ياتي الرب يسوع المسيح يخلنا من الاموات ده كلام مين؟ مكسوموس قلت له طب وبعدين؟ قال لك كفايه البركه اللي انتوا فيها قلت له مدفونين فين؟ قال لي تحت على عمق 10 متر تحت المغارة؟ في تحت القارة من تحت على عمق 10 متر واحنا جايبين ملابس من سوريا اتكفنا ملابس سود وابو مار نفسه لبسها لنا ولبسنا الاسكين المقدس واحنا مدفونين في الحته دي بتحت فانا واخويا دوماديوس قلت له طب قال كفايه على كده قال ثم ما نقدرش نشوفكم على قال لا غطى الله ان ما حدش يكشف قبرنا ولا مكاننا الى ايه؟ الى يوم القيامه. لكن قريبين من البراموس شو قريب من البراموس فعلا
مكسيموس هذا ودي شو هدي؟ عيد مقرب. لا. وليش يسمحوا ان حد شو؟ بعد 10 متر تحت مدفونين. دوماديوس على يمينه وهو نايم على الشمال. وحتى كاتبين بالقبطي بكلمة مكسيموس ودوماديوس على يابطة فوق ال فوق الأجساد بتاعته. عشان يبقى ذخيرة. الناس تعرف بعد كده. لكن تحت مش عارفين ايه حصل ايه. فبقى طبعا. اه. مش معقول ده آلاف السنين. بقى من زمان فعلا.